السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، توقعاتي لوضع روسيا بعد الحرب. في ناس تقول لك خلاص روسيا مش هيقوم لها قومة تاني والدنيا كده تعبانة حتى بعد انتهاء الحرب، حتى لو انتصروا، حتى يعني. في ناس يقولوا برضو حتى لو خدوا اوكرانيا كلها، اوكرانيا اصلا ما كانتش الدوله الغنيه يعني، فمش هتضيف حاجه لروسيا، فمش هينفع نعيش في روسيا في الفتره الجايه مع العقوبات مع. ولكن انا ليا وجهه نظر مختلفه واقعيه بحته، ان في الواقع العالم في الاخر المصالح بتتصالح. هتيجي روسيا بعد ما تخلص الحرب وتاخد جزء كبير من اللي هي عايزاه، او حتى المينيمال اماونت، او اقل حاجه ممكن تحصل عليها روسيا، اللي هو منطقه الدنباس، ماريوبل، خرسون، ممكن تتوقف عند كده وتقول لك خلاص شكرا. ممكن تاخد خاركف كمان وتقول لك برضو شكرا. ممكن تاخد مثلا منطقه ايزيوم برضو تقول لك شكرا. فممكن الحرب ليها سيناريوهات كتير وممكن تطول اكتر من كده، بس روسيا ما اعتقدش ان هي هترضى باقل من الحد الادنى، وما اعتقدش ان هي هتطول امد المعركة لسنة مثلا زي ما بيقولوا، مهما حاولت أمريكا وأوروبا. توقعاتي ووجهة نظري إن في حال لو الوضع مثلا الحالي اللي هو منطقة الدنباس، ماريوبل، خرسون، هذه المنطقة أو ميليتوبل كمان كم حتة كده بقت تحت السيطرة الروسية، الوضع هيبقى عامل إزاي بعدها كروسيا؟ وفي منطقة القرم طبعا، المناطق دي هتبقى روسية، هيتعمل فيها استفتاء غالبا هيتوافق عليه بنعم، لان اللي موجودين خلاص هيبقوا قليلين، والناس اللي هترجع غالبا هتكون مواليه لروسيا، اللي هترجع للمدن دي يعني، بالذات من ماريوبل واللوهانسك ودانيتسك او اقليم الدنباس، واذا كان خاركف كمان يعني وضعها برضو هيكون بنفس الشكل لو تطورت المعارك وقدروا ان هم الروس ان هم يسيطروا على خاركف بالكامل. المهم لو الوضع بقى كده، في ناس بتقول لك روسيا بقى هتعمر المناطق دي. ما فيش فلوس تعمر، ما تتوقعش ان المنطقة دي هتكون جاهزة للسكن والمعيشة قبل سنة ونص سنتين، المناطق اللي هي اتدمرت او الاماكن المعارك، فاللي هيسكنوا فيها هيبقوا ناس قليلين، ممكن من اهالي الانفصاليين بتوع لوهانسك ودانيتسك، ماريوبل ما اعرفش مين اللي هيسكن فيها بعد اللي حصل، خرسون فيها جزء كبير من الناس مؤيدة لروسيا، فيمكن دي اللي تكون فيها تعداد أكتر شوية، يعني في مناطق كده هيكون فيها شبه حياة. ولكن إنها تكون تطبيع كامل كده مع روسيا، حتى لو أوكرانيا وافقت وخلاص وعملوا اتفاقية سلام ووضع على ما هو عليه، ولو إن ده مستبعد يعني، ما أعتقدش إن أوكرانيا هتمضي بالإذعان إن خلاص المناطق دي روسية، لان لو ما مضوش ان هي مش ان المناطق دي روسيه، معناها ان المناطق دي هتكون بلا تغطيه بشبكات المحمول الروسيه، بلا تغطيه للكروت البنكيه الروسيه، بلا تغطيه للخدمات الروسيه العاديه زي خدمه التاكسي على سبيل المثال. فهتلاقي لا شبكه محمول ولا شبكه بنكيه، ولا كمان شبكة يمكن مواصلات، بس هي الحاجات الشبكة الوحيدة اللي هتكون موجود، لكن شبكات كهرباء وغاز وكلام من ده اعتقد هتكون المينيمم او اللي موجود بالفعل. الفرق بس ان اللي بيمدها هيكون هذه المناطق، مش هتاخد امدادات من المناطق اللي هي بتقول لاوكرانيا. لكن لو ما مضتش اوكرانيا هتفضل منطقة صراع باستمرار، وهتبقى متوقع ان يبقى فيه مناوشات من وقت لاخر، وده اللي يتخاف منه. ولكن في الحال العام في روسيا هتكون الامور مستقره، وابتدي المصالح تتصالح ويتفقوا مع الاوروبيين والغرب، تشيلوا شويه عقوبات، نساعدكم شويه في مش عارف ايه، ولحد ما توصل للمنطقه المستقره، المنطقه الرماديه التي ليس لها لون ولا رائحه ولا طعم، وترجع روسيا لوضع عادي جدا مع دفع فاتوره باهظه تفرق بس في سعر الروبل، اللي هو ما يستقر السعر العادل بتاعه، المفروض يبقى 90 ل 105 في الرينج ده، او 108 روبل لكل دولار، وخلاص الغلاء طبعا اللي راح ده مش هيرجع خالص، ولكن هو الروبل هو اللي سعره هيتعدل، ولكن الحياة هترجع تاني تتعدل، وبعض الشركات الأجنبية ترجع تشتغل تاني في روسيا، ويعني هيعملوا مواءمات بشكل أو بآخر. ولا أتوقع إن الجبهة الفنلندية والسويدية إنها تشتعل بأي حرب أو بأي شكل، ولكن هي مجرد أعتقد تهديدات ومؤامرات
مفاوضات ومساومات علشان يوصلوا لنقطة معينة اللي هي كل الأطراف تتفق عليها. ممكن أوكرانيا تكون أقل حد مستفيد في هذه المفاوضات وهذه الاتفاقيات، ولكن هكذا عهدنا وشاهدنا في التاريخ، تمر السنون ولكن تظل لغة المصالح هي الصوت الأعلى، وصوت الحق يكون هو صوت الصمت، يسمع أو لا يسمع. كانت هي دي تصوراتي للوضع الروسي ما بعد الحرب الأوكرانية. هيبقى في شغل كتير، هيبقى في شغل كتير، التعمير المدن دي ما برضو شغل إذا كان هيتتعمر، يعني أكيد على الحد الأدنى هتبذل روسيا بعض المال وهيبقى في فرص لاستغلال هذه المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا. على سبيل المثال الطرق والسكك الحديدية اللي هي كانت موجودة أصلا زمان، هتحتاج تطوير فقط، وبعض إنشاء المحطات ومحطات الحافلات ومحطات القطارات وبعض مد شبكات الإنترنت وخلافه. هي دي يمكن الشبكات أو الحاجات اللي هتبقى متاحة، لكن بقية الأشياء ما أعتقدش هتكون الدولة الروسية جريئة إن هي تتمدد فيها، لأن المنطقة هتبقى برضو مش مستقرة أوي، وهتبقى منطقة تكدس عسكري شوية للحفاظ على أمن المكان من أي هجمات محتملة في المستقبل. وكانت هي دي فكرتي ومعلومات اللي عايز أقولها لحضرتك النهاردة. يا رب تكون نافعة بإذن الله، وأكيد نافعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.